فلو قلت ان انا حرفيا كده يمكن صرفت حق سياره في الكتب، مع كل ما افتح كتاب الاقيه بيستكشف حاجه على شخصيتي. بقدر اعمل عمليه تجميل للشخص بدون اي عمليه. في اللي قال في الكتاب في حاجه مهمه هو عايز يوصلها لك، لكن انت عشان مش هتقرا الكتاب كامل ممكن ما تفهمهاش. في الاول وفي الاخر انا ما كانش في دماغي ان انا اعمل قناه على اليوتيوب من البدايه اصلا. كل الموضوع هو شغف عندي. صرفت على الفرازه تقريبا جبت سياره حلوه مش سياره عاديه، فده كتير. هتكلم معاك شويه ازاي الفرازه بدات معايا وهدي لك بقى التاريخ كله من الاول. كان عندي 12 سنه تقريبا، كنت احب الكتب واحب تحليل الشخصيات ومش عارف ايه. بجيب كتب الفلاش اللي هي كانت كتاب صغير كده اسمه كتب للجيب. كانت الكتب دي بنقرا قصص مثلا زي الشياطين ال13 ورجل المستحيل وكل الحاجات دي. المهم جه واتلعبت في ايه بقى؟ في كتب بتاعتي تحليل الشخصيات اللي هي ده بقى. كنت انا وصلت مثلا ايه تقريبا 14 او 15 سنه يعني في الحدود ده. في الوقت ده اتلعبت في كتاب، كان الكتاب ده ليه حكايه. الكتاب ده كان فيه واحد من البحرين صديق واحده من فلسطين. الكتاب ده جه هديه ليها، وبعدين جت هي سافرت الاردن وادت الكتاب ده هديه لصديقه ليها. الصديقه دي جابت الكتاب وادته، يعني شوف الكتاب لافي فين، وادته لواحده في القاهره في مكان اسمه بولاق الدكرور في الجيزه. والكتاب ده جه واتاخد برضه واديته هديه لمين؟ كل واحد بيكتب اسمه اهداء فلان لفلان ومن فلان لفلان ومن فلان لفلان. لقيت فيه 10 15 واحد اهداءات وكده. وصل عند اختي، اختي لقيت الكتاب عندها فقلت لها الكتاب ده عجبني انا هقعد اقراه. قالت لي خده خالص، وعملت لي الاهداء عليه برضه زي ايه الناس اللي ماشيه معاه عشان ايه الكتاب يجي. المهم الكتاب ده كان بيتكلم عن حاجات كتير زي مثلا الكوتشينه، كان بيتكلم عن الكف والفنجان والابراج الصينيه والابراج العربيه والابراج الفلكيه، واخر حاجه كان بيتكلم فيها عن الوجه. المهم انا اقتنعت بالابراج واقتنعت بالكف، دول اقتنعت بيهم، لكن الوش ما اقتنعتش بيه. قلت ايه يا عم الهبل ده، هو في حد بيعرف حد من الوش؟ الكلام ده مش منطقي خالص. وسبت الكتاب وريحت دماغي وايه، وقعدت احترف في ايه في قرايه الكف. لكن قرايه الكف كانت بتودينا في سكه الله الغني عنها، ان احنا بنعمل يعني كل ما اقرا كف واقول حاجه سيئه الواحد بلاقيها بعد شهرين ثلاثه بتتنفذ. فقلت لا، الكف ده خلاص انا همحيه من دماغي خالص. وتم فعلا ان انا محيته، لان لو حد سالني عنه حاجه دلوقتي مش هعرف، حتى كمان مش هعرف منطقة المريخ ومنطقة مش عارف ايه وايه 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 والكلام ده. فريحت دماغي وقلت ايه سيبك بقى منه، وما عادش تقرا تاني وما عادش قاري كف تاني. ده بعد بقى ايه ما الكتاب ضاع مني وبتاع. هو لما ضاع انا كنت هتجنن صراحة، فقلت انا عايز اعرف اكتر واعرف اكتر. ورحت اشتريت كام كتاب تانيين، لكن ما غنونيش عن المعلومات اللي كانت في الكتاب الاولاني. طبعا كنت بشوف كتب تانية اللي من انا وانا صغير بحب ان انا اجيب كتب اقرا فيها، صغيره كتب للجيب وحاجات. وصلت سن تقريبا 23 سنه، خلاص كده ايه الكف انا محترف فيه احتراف يعني، اي صغيره وكبيره في الكف، لانه قعد معايا تقريبا 4 أو 5 سنين. عرفت عنه حاجات كتير. المهم لقيته بيعمل حاجة مش كويسة، الكتاب ده بيعمل حاجات مش كويسة. والمهم الكتاب ضاع مني تقريبا. جه صديق ليا طلع شقتي وانا مش موجود، انا كنت مقيم اياميها في القاهرة، كان عمري 23 سنة تقريبا او 24 سنة في الوقت ده. واخد الكتاب وراح قعد مع واحد صاحبه شيخ وبتاع، وقال له هات الكتاب ده هنحرقه، وقام حرقين الكتاب. طيب قمت انا ايه جيت بقى زعلان وبتاع، والكتاب راح كده خلاص. لكن قرايه الوش اللي فيه انا ما كنتش مقتنع بها نهائيا.
او ان دماغي مش فاهماها، يعني ما سمعتش عنها قبل كده، حاجة غريبة، حاجة جديدة. المهم مر بينا الزمن لحد ما وصلت عمري تقريبا ممكن 32 سنة، بعيد عن الكتب بقى وبتاع، واتلهيت بقى في المستقبل وجواز وأطفال والحاجات دي. المهم قاعد واحد صاحبي عنده محل ملابس وبتاع، ان انا شغال في الملابس وكده، قال لي قابلت واحدة على الفيسبوك، قالت لي ابعت صورة وانا هقول لك عن حاجات انت ما تعرفش عن نفسك. فالمهم ده قلت له ده ايه؟ قال لي معرفش. فقلت له يعني هي عرفت ايه ولا قالت لك؟ قالت لي كل حاجه بالتفصيل في حياتي من وشي. قلت له الكلام ده ازاي؟ فالمهم لقيت ذاكره خدتني بقى لورا لورا قوي، وافتكرت الكتاب. فالمهم ايه، قلت لا يبقى العلم ده حقيقي. فالمهم سبت صاحبي ده ونسيت الموضوع، لكن نسيته ان انا اكلمه فيه تاني. يعني ما قلتلوش مين اللي علمك ومين اللي قال لك، يعني ما سألتوش مين اللي قال لك على المعلومات دي او وصلني بيه او خليه او اعمل او اعمل. قال في يوم ما كان هناك، فكان المهم عدى ايه، عدى تقريبا سنتين. السنتين دولت انا نزلت بقى بدور في كتب، بدور في اماكن، بالي مشغول. فالمهم رحت اشتري كتاب من حته فيها كتب قديمه. فالمهم بقول للراجل مفيش كتب فراسة، لا ما كنتش عارف كلمة فراسة لسه. قلت له مفيش كتب لقراية الوش. فقام مديني كتاب ملوش جلد وملوش ظهر وملوش أي حاجة ومعرفش اسمه إيه. مسكت الكتاب كده، الكتاب مفيهوش أي حاجة، مش فاهم منه أي حاجة. فبعدين إيه، قلت له وريني. فقال لي الكتاب ده حقه 100 جنيه. قلت له ده؟ قال لي آه. فقلت له طيب أبص. فقال لي لو فتحته هاخد منك 150. قلت له طيب ماشي هفتحه 10 دقايق. قال لي 5 دقايق. قلت له لا 10 دقايق، لو فتحته واخدته هدي لك فيه 200 جنيه. 200 جنيه كانوا كتير اياميها، مش شويه. ده بقى بدايه. فالمهم فتحت الكتاب لقيت بيتكلم عن حاجات وبتاع، والكتاب ده مكتوب بخط اليد. فالمهم قلت لا الكلام ده خطير، والعلم ده قديم. يمكن انا صورت حلقه بتاعت اسمه وسيم يوسف، ونزلت صفحه تقريبا او كام خط من الكتاب ده في تحليل وسيم يوسف. فالمهم لقيت الكتاب ده، قلت له ايه طيب. فانا كنت مسكت الكتاب تقريبا قعد في ايدي ربع ساعه، قال يقول لي 10 دقايق ومش 10 دقايق، وفي الاخر انت مش هتاخد الكتاب. قلت له ايه طيب. فديته ايه مبلغ كبير، كان تقريبا 1200 جنيه تقريبا. قلت له الفلوس معاك اهي، استنى وباخد اللي انت عايزه. المهم ايه، جمعت كام كتاب من بتوع الفراسه وايه، واخدتهم ومشيت. تقريبا دفعت مبلغ محترم، تقريبا 800 جنيه مش عارف، يعني المعدل دلوقتي مبلغ محترم يعني. مشيت بقى كده وقعدت شويه وبتاع، وخدت الكتب وركنتها سنه واتنين، ما حطيتش في دماغي. لكن الكتاب ده كل ما افتح كتاب الاقيه حرفيا بيحكي قصه حياتي. المرايه في ايدي، وطول النهار كل ما اقعد شويه فاضي امسك الكتاب وادور فيه وابص على ملامحي واقول ايوه حصل. فالمهم سبت الكتب زي ما بقول لك، زي ما بقول لكم سبت الكتب فتره بتاع سنتين او ثلاثه ورجعت مش عارف ايه. فحصل كم موقف كده من اصدقاء وبتاع، فلقيت ايه، قلت لا ما انا لازم كده اعرف خبايا الناس دي فين، مفاتيح الناس دي فين. فالمهم لدرجه ان انا حاليا قول ان انا باكل كتب فراسه باكلها. فالمهم اتعلمت الفراسه، فلقيت الموضوع حقيقي. انا في الاول ما كنت بقول عليه اي هبل واي كلام وبتاع، لقيته كلام حقيقي. فقلت ما انا افيد الناس، ونزلت فيديوهات وقلت فيها مش عارف ايه. وبعدين ايه، رجعت حذفتها تاني بعد ما كام واحد قالوا لي انت مجنون، انت مش عارف ايه، انت اهبل، ايه الكلام اللي انت مش عارف ايه، رجعت. فالمهم عدى وقت تاني، وتقريبا من 3 سنين او سنتين ونص بدات اعمل قناه على اليوتيوب وانزل الفيديوهات دي. لقيت شويه كده لقيت في جمهور، في ناس بتشجعني، في ناس مصدقه، في ناس مش عارف ايه. فقلت لا خلاص انا مكمل في الفراسه ومش راجع عنها، وهاخدها كمهنه إضافية جنب مهنتي. يعني إيه؟ يعني مهنة إضافية. فالمهم أتلم على واحد بتاع فراسة علشان يفيدني، بلاقي المعلومات اللي عنده مش القد اللي عندي.
طب اقول له معلومه لعيب ويقول لي مثلا نص الاجابه اللي انا اعرفها. فقلت ايه، ما خلاص انا افيد الدنيا بقى واودي معلومات زي دي وبتاع وكده وكده. حتى لو رجعتوا الحلقات القديمه هتلاقوا شرح تفصيلي ودقيق جدا، يعني ممكن كنت بعمل حلقه ممكن ساعه، وفي حلقات ساعتين وساعتين ونص وكلام كتير. لكن الحلقات دي تقريبا مقفوله، في حلقات كتير موجوده. فالمهم لما احترفت بقى الفراسه وبقيت فيها الطب، يعني لان اساسا الواحد بابا يخاف يقول حاجه على واحد وتطلع مش مظبوطه. فالمهم لقيت ايه، تحليلات بتطلع صح، ورجعت بقى لصاحبي اللي انا كنت قاعد معاه اللي انا كنت بحكي لكم عليه من سنتين، رجعت اقعد معاه. فبقول له ايه، ما تيجي احلل لك شخصيتك. قال لي ازاي؟ قلت له احلل لك شخصيتك من الوش، زي فاكر البنت اللي انت. قال لي يا انت لسه فاكرها؟ قلت له اه فاكرها. قال لي طب ايه؟ قلت له تعالى احلل لك وشك بنفس الطريقه. المهم ايه، قال لي انا هتديني المعلومات اللي هي قالتها. قلت له لا، ما كل شيخ وله طريقه. فالمهم لما حللته تقريبا قعدت احلل فيه وانا قاعد كده، معلومات بسيطه مش عميقه بقى، لان عميقه جدا دي ما كنتش قد كده برضه فيها. فالمهم حللته وقلت له في كذا وفي كذا وحياتك كذا وبتعمل كذا وكذا 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 وكذا، وقال لي المعلومات دي محدش عارف عنها اي حاجه خالص، حتى انا وانت صحاب لكن انت ما تعرفش الحاجات دي. قال لي انت اتعلمت ازاي؟ اتعلمت فين؟ وما قلتليش ليه، مع ان انت بتيجي كل يومين ثلاثه تقعد معايا وبتاع. قلت له والله ما جاش فرصه مثلا ان احنا نتكلم في الموضوع وبتاع. قال لي لا، ده انت اديتني معلومات، اللي كان بحللني ما قاليش كده، ده قال لي على حاجات بسيطه مش زي دي، بس انا كنت مذهول من الموضوع. لكن انت دلوقتي انت اكدت لي ان الموضوع حقيقي، وانا كنت مفكر لانها كانت بتقول لي معايا جن ومش عارف ايه والكلام ده، فانا كنت مفكر ان كلامها تبع الجن. لكن انا عارف ان انت اساسا مالكش في موضوع الجن ده، ولا اساسا متوقع ان الجن يقدر يعمل حاجه في جسم البني ادم، لان احنا اتناقشنا كتير في الكلام ده، لان هو من الاشخاص الغامضين، فعنده علوم كتير جدا، يعرف حاجات كتير، لدرجه ان هو قال لي انا بعرف احلل بس مش بالطريقه اللي انت بتحللها، الطريقه بتاعتك شديده قويه، انما انا ممكن أنا اعرف واحد اقول له بص في عينه اعرف كذا كذا، من اللي هي الفراسه الفطريه مع شويه معلومات اخذهم من دوره مثلا زي دوره صالح الغامدي والحاجات دي. ودي كانت حكايتي مع الفراسه، وبعلمها للناس دلوقتي. يعني الموضوع يا جماعه بيجي، اللي خلاني بقى ان انا اعمل الفراسه دي كاحتراف، يعني ما اخدت دورات ما استفدتش منها حاجه، يعني بطلع مش فاهم حاجه مش لاقي حاجه. يعني مثلا لما نيجي نتكلم على الدورات، اخدت كام دوره استفدت ايه؟ برضو لقيت معلومات انا اكتر من اللي في الدوره، لقيت معلوماتي قيمة، يعني لأن هنا ما ينفعش تاخد علم الفراسة من كتاب. ليه بقى؟ لأن الكتاب هيدي لك سمة واحدة، السمة دي أنت هتفهم منها إيه. يعني كمان الكتب اللي بتيجي بيعمل لك طريقة مش منطقية إن أنت تتعلم منها، مش حلوة يعني. وكمان في كتاب اسمه الفراسة الحديثة، ده بقى حرفيا هيجيب لك شلل ويعمل لك جلطه ويخليك تمشي على الحيطان. يمكن صرفت حق سياره في الكتب، عندي مجموعه كبيره جدا على اللابتوب، مجموعه كبيره جدا جدا من الكتب. مع كل ما افتح كتاب بلاقيه بيستكشف حاجه عن شخصيتي، كل ما افتح كتاب الاقي شخصيه. يعني عندي تقريبا 400 كتاب موجودين، فيهم بقى عن كل حاجه، عن تحليل الشخصيه، في قرايه وش وفي قرايه كف وفي قرايه فنجان وفي كوتشينه وفي اي حاجه تخطر على بالك موجوده، تنويم مغناطيسي، علوم غريبه موجوده، طاقه، كل الحاجات دي انا مجمعها عندي لان انا مدمن تحليل شخصيات. لكن انا بقى استفدت ايه بقى من الكتب اللي عندي دي كلها؟ استفدت حاجات كتير، ان انا بقدر اعمل عمليه تجميل للشخص بدون اي عمليه، بسبب قوه العقل مثلا،
بسبب ده علوم اكتر من علم يعني، مديتيشن التنفس وطريقة التنفس ونعمل ايه عشان نهدى ونعمل ايه عشان مش عارف ايه وامتى نعمل تنفس لو احنا متوترين احنا مش عارف كده. فكل الحاجات دي في الاول وفي الاخر انا ما كانش في دماغي ان انا اعمل قناة على اليوتيوب من البداية اصلا، كل الموضوع هو شغف عندي يعني. بقول صرفت على الكتب وصرفت على الفراسة تقريبا يجيب لي سيارة، سيارة حلوة مش سيارة عادية، فده كتير. كله ده كل المصاريف اللي بصرفها والكتب والحاجات دي كلها يعني. ممكن فجأة تبص تلاقي بنزل كتاب ب65 دولار ب50 دولار. وهل ان انا ندمان على كتب؟ لا انا مش ندمان على اي كتاب. ليه؟ لان في حاجة في الكتاب مهمة، في حاجة في اللي ألف الكتاب في حاجة مهمة هو عايز يوصلها لك، لكن انت عشان مش هتقرا الكتاب كامل ممكن ما تفهمهاش. زي الكتب اللي انا ما بفتحهاش اصلا، هل ان هي مش مهمه؟ لا مهمه، بس انا مش فاهمها مش قادر افهمها، فبالتالي ان انا بسيبها لان انا مش قادر افهمها. اتعلمت منهم في الاول وفي الاخر، اي كتاب هتفتحها هتستفيد منه، اي كتاب اي حاجه عن كتب ما ورائيات ده هتلاقي عندك في اسرار دفينه مكتوبه فيها، لان المؤلف نفسه مش هيكلف على كتاب بدون ما ان هو في حاجة عايز يقولها لك. يعني الكتاب ده في حاجة تخصك لذلك انت اشتريته. بيبقى في كتاب مثلا انت ممكن تحسبه غلطة في حياتك ان انت اشتريته، وبعد ما يقعد عندك مرمي في المكتبة سنة 2 3 8 وفجأة تفتح الكتاب تلاقي فيه حاجات تندم ان انت ما قريتش الكتاب من اول يوم جبته. دي كانت حكايتي كلها في بداية الفراسة والكتب، بس الحمد لله انا اتعلمت حاجات كتير. اتعلمت ان انا ازاي ان انا اغير ملامح الوش ده باكتر من علم يعني، بدخل حاجات في حاجات وبيدينا في النتيجة في الاخر ان هو الشخصية، تغيير الشخصية، ميل الشخصية لشيء معين، في حاجة بتتعالج وفي حاجة اصلا هي بتبقى من طبيعة الشخص ما بتتعالجش يعني. سلام.